انقسم. انا ما قعدت انوم ذاته، انا النايم لا شنو، انا نمت كم 40 سنه، عملت شنو، شهمت، جاني شنو، ما في طريقه. لازم تحرير، لازم نتحرر يا جماعه، لازم نتحرر. الناس تكتر الذخيره وتكتر الاسلحه وتتكاتف مع بعضها وتخلي الخلافات وفك نيوف الحركات المسلحه، رؤساء الحركات المسلحه، جد اقوى كلكم مليشيا واضرب ضرب من حديد. الان هم لو خشوا وهزمناهم هزيمه ساحقه، تاني بعد ده خلاص شوكتهم انكسرت، شوكتهم انكسرت. الناس الخاشين في جبل مون دير لازم تضربهم ضربه من حديد، مجرد ما ضربتهم ضربتهم ضرب من حديد. كل البلد في الجنينه، في الفاشر، في زالنجي، في ضواحي الجنينه، كلهم عملوا مخيمات بتاعت اذى وبكا وضجيج واويل. تاني باقي الناس نسوانهم برفض لهم. حسي قال لك ما في تجمع، قال لك في ناس رافضين ما ادري يجمعوا، لانه النسوان بكوا. قال لهم كل مره انت تمشوا تجونا محزومين. كان زمان من 2003 يكتلوا الناس، لكن الان بندويخهم الحزيمه والمره. كلنا ملايش، ما في حاجه اسمها ناي، كلنا ملايش، وهم مدعومين من قبل الدعم السري، ونحن نضرب ضربه من حديد. وتاني ما في مجامله، شباب زي الورد قدام اضرب ضربه من حديد، بعد شويه الضرب شفته من طرف بس، ندبك من طرف بس. لازم نخلي العويل والضجيج، وانا متاكد لو ضربت ضربه من حديد ان شاء الله بكونوا نازحين. والله ينزو، اقسم بالله ينزو، والله ينزو. نضرب ضربه نخليهم شفتها. لا يا شعبيبنا، نخليهم جد نازحين. اضربوا انتوا كتار يا جماعه، انتوا 80، انتوا 90%، انتوا 90% في دارفور، انتوا 90%. اضرب ضربه من حديد، ما تجامل. عندك حق شرعي عديل جبنا لك بالدين بالدنيا بأي فهم ذاته. عندك حق الدفاع، عندك حق الدفاع، تضرب ضربه من حديد. تحياتنا، تسلموا كثير، شكرا لكم. ليه قدام ناس جبل مون منصورين، الناس اللي قاعدين اسمه يجمعوا، فشلنا لهم خططهم. ده اكبر جروب بتاع التجمع ذاته ضربناه، اكبر جروب بتاع التجمع ضربناه. موضوع انتهى يا جماعه، الله يبدا يصير. و ما في دعوه والله. التلفون ده طبعا انا جبته، والتلفون ده ما في زول يقدر يخترقه انه يقدر يحجم اللايف. اللايف ده بيشتغل بكل اريحيه، ممكن يشتغل 3 ساعات، ما في زول يقدر يحجمه. لكن ما بدي دعوه من برا، من برا ما بدي دعوه. شايف هسي حوده كده، ما بدي دعوه من برا، شايف ما بدي دعوه من برا، ما بدي دعوه نهائي الا من جوا، ومن جوا ده الا من طرف. وفي زول يمكن ما دير جاهزين، لا لسه انت جاهز، لكن لازم نصحيك. ما تنوم. ايوه يا حوده الزول ده هنا لقيته من جوا. ايوه كده كده اديتك الدعوه من جوا، من برا ما في دعوه. تحياتنا يا جماعه، تحياتنا. ناس ما تلوم، ناس تكون صحيه، ناس تكون صحيه. تحياتنا قدام بس، شايف ده انا اديت دعوه لكن ما بخاف. تحياتنا، المهم تسلموا، شكرا لكم. ليه قدام كشفنا بس المخطط، لانه المخطط ده لو خلينا ليوم بكره ما ينفع، لازم نكشف المخطط، نكسر شوكتهم بالليل الليله. هم طبعا كلهم معي في اللايف هنا، فبيتاكدوا تماما ان شوكتهم انكسرت. طيب تحياتنا. طيب لا لا لا، انا ما بقول، انا النايم لا ايه، النايم لا شنو. واحد قال لي لا لا ما بكرر المكالمه الصوتيه، ارجع انت شيره بس، الله يبدا مع كله 20 دقيقه هتسمعه بس، شيره في صفحتك بس. طيب انا، طيب تحياتنا يا جماعه، تحياتنا. لو في زول داير دعوه يا جماعه، انا يخش لي بالواتساب، خش بالواتساب بس، الزول داير يتكلم يا جماعه سريع سريع. في 700 نفر، 715 نفر، كبار من الناس تفوق. في 715 نفر. الو مساء الخير. حبابك الله. في لايف؟ اي. يلا انا رساله سريعه كده بس 2 مينيت. علينا بلغنا كل الاخوه الموجود، كل الملاعيش هنا موجود بلغناه. الناس كله في ستاند باي، كلهم جاهزين، مويه وزيت صغيره موجود، كله اسلحه جاهزه، بس منتظرين ساعه الصفر، منتظرين ساعه الصفر. نضرب ضربه من حديد ان شاء الله، جو المند ما هيخشوا، وكلنا كده احنا جاهزين. التنبيه عام لاي واحد يبلغ الغايب، نكون جاهزين، تابعوا كل التحركات، ادونا تلفونات، ونحن جاهزين. ارمي انت قدام وبلغ انجوي ان شاء الله.
شكرا. شكرا. طيب في واحد كده قال لي فتنه شديده، قال فتنه شديده. انا ثاني اكرر المكالمه الصوتيه دي، والله كنت ادينك في الضايق، لكن عشان دار اوريك كتاب، عشان انا جنجويتي هنا دار ابل له، في جنجويتي هنا دار ابل له، ابل بل اعرف البل ابل له اكيد، والله كنت ادينك في الضايق، لكن في جنجويتي قال لي يا اخي فتنه وبتاع، انا بهشك اصلا دفع الشلال خطتك اصلا. السلام عليكم. اكيد يعني للدرجه دي بتتحدى مو بدايه كمان، انتوا لهم 50 عريض والحركات دي معاهم، وقوات الجديدة بتدعم فيهم ذخيرة ذخاير لأي حملهم بتدعم فيهم، وأنتوا عارفين إن العرب دول ما عندهم دعم، لا في قوة تدعم ولا أي حاجة، حتى الذخيرة حقتهم كلهم يزول فيش بيع ما له حقة بيع للذخيرة، ويعني أغلب العرب دول عارفين يعني وشقات وعنايات كده ما عندهم، أقل حاجة تلقاهم بنادق مثلا هي جرانوفات يا كذا اليوم بيجيك ولا ماجس ولا مين بنادق بيوعك بقى. وجاء كان كتر عنده نو دوشكتين ولا 3 دوشك، و3 دوشك والاثنين دوشك دي يا جماعة ما مقدمة تقول نازلين 50 عربية ونازلون في جبل، الناس معهم عناي الجبل ده اللي وراهم، الناس معاهم زغارة معاهم معاربة، المعاربة دي يعني هم مهم دايرين العرب دي اللي يكتبوا كتل زين، الناس يا جماعة بالطريقة دي ما بتلقى كده مو بديل كده، الناس تحاول من كل الجهات، عرب دي العرب دي زول من الجروب ده لابد من اتجاه مع عرب تكون حماسة عالية، ناس تجمع، حتى نحن ما عندنا دولة واقفة معنا، ما عندنا أي حاجة، لكن إحنا نتكاتف مع بعض بس نجيب، نتكاتف مع بعض، إيد بإيد قال تجدع بعيد، نتكاتف نحن ولا محتاجين للدولة أصلا، لكن العرب دول براهم كده واتموا كتير بيلحقوا بيه بناديقنا الخفيفة دي بس، نلحق لهم اللي شفتها، يعني بالله شيري، نلحق لهم يعني نكفوا مفروضهم ذات. لكن يا جماعة لما الناس اللي بيجمعوا دي ناس بسيطين، يعني أحد اللي بيشوف إن الناس الجهة شمال الجنينة دي الناس اللي بتجمع اللي ناس شمال الجنينة، من بجاي ناس قريب ثواني ورجال كوبري، وبجاي شريك ناس بتجاه ناس مهم الجبال وكاسلة، وجماعة اللي بجاي وجبل مهم مهم بتجاه عصرني وزينة، ودي بس الناس اللي بيجمعوا هذا يعني ناس شمال الجنينة شرقي. شمال الجنينة شرق الجنينة ناس أقصد جنوب الجنينة وغرب الجنينة، ناس دي عرب دي ممسيح بلد دي مين ليه زالينجا، ناس دي تجمع يا جماعة مين زالينجا ذات الولولة، قاموا إن شاء الله عربية واحدة قاموا فيها ناس زي كم بندق سالت تجي بتجيب هاي، لكن يا جماعة النوبة ديل نوبة عندهم قوة حائلة، قوة يعني قوة كده ما أعرف، والناس دي أصلا إن إحنا عاملين معاك وتزاد من المعسكر، الليلة مشيت من المعسكر وجيت ناس قوتهم بسيطة قوة ما كثير، والعرب ديل ناس راكبين راس وخاشين وخاشين الجبل ده، وأنا متأكد لو خاشين الجبل ده نادي الجبل ديل القوة ده تقيلة تقيلة هائلة ذات، وأن خاشين الجبل نادي الموت، ومن الآن الطريقة يعني معروفين بأي طريقة نحاول حاولنا بننهزم، أيوة. ولو انهزمنا الهزيمة بتجي للعرب عامة، الهزيمة دي بتجي للعرب عامة، العرب حقه تفهم إنه تجي نادي أي اتجاه، ليه هم يسووا كده منين ليه زعلان ليه قربان ليه، الناس كان جونا بيقول يلا جينا 10 عربية ساكت يا ناس بنادق صح حب ان احنا نشن، لكن الحكايه كلها بقت تجاه احنا الناس الشباب الجنينه ديل حكايه مثل الله ما بتلقى الناس ديل تعرف راكب الراس وشو احنا ذا معاكم ناس معاكم العقد ديل راكبين سنه خاشين ناس الجمع اخر للجمع يوم السبت اللي هو الاحد ده اخر للجمع منه القدام ده هو بحدد يا الاحد الاثنين الثلاث خشوا الجبل يا مع الناس، انا رسالتي دي خليها تصل. طيب رسالتك وصلتني انا اول. طيب في واحد دق عليه هنا تليفون يا جماعه، رفعت التليفون وسمعه وقعت. رسالتك وصلتني انا اول زول. عليك الله رايكم شنو يا جماعه، شغل ولا ما شغل؟ ها طب شغلنا ليه الموضوع؟ انا ما قلت لك عشان كده انت لو قاعد في جروب يتكلم بادب، تكلم بادب يا جنجويدي، حبوبتك يمكن حولت لي، امك يمكن حولت لي، اخوك يمكن جاوس او الضمير اول لي، ها خالك يمكن اول لي، فحبيبنا حبوب اكلتها يا فارح اكلتها يا جنجويتي يا نتني يا عفن، بنضربك ضربه من حديد، اضرب ضربه من حديد، امسح اكسح قشه ما تجيبه، هاي سلمنا نظيف قبل منتهى حق الاجيال، فيه 9 بيار بتاعتها كرينك برضه، عنده مغناسيوم وحديد ويورانيوم وفضه وذهب كويس، اضرب ضربه من حديد، اضرب لمن هو التهبتي يقول واي قدر ما تحافظوا على كرين
تحافظوا على ضواحي الجنين وتحافظوا على جبل مون، هيمتي بفلس والقوات دي كلها بتتشتت منه. كويس كده، ده احنا نزلت وخففنا الإبل اللي الناس حطوهم شويه. تحياتنا قدامي يا راجزين وليه قدامي يا ابطال يا اسود، ونحن اصلا ما بدنا نوم. واي زول يشير اللايف ده في صفحته، افتح اللايف ده من اوله تلقى المقالمه الصوتيه، المقالمتين الصوتيات تلقاهم تشاهدهم بكل اريحيه، بكل اريحيه كده. جر اللايف بشويه بعد الموسيقى، بعد ذاك شنو؟ بعد الشير شير، تجر شويه كده تسمع بكل اريحيه. وبعد ذاك تقول انت النايم لا شنو ده؟ انت المفروض تنوم بمنبه. شفت انا ما في حاجه من يوم الليله، شفت الاربعاء هذا باقي الليل ده، اربعاء والخميس والجمعه والسبت، شهر كامل ده، شهر ولا شهرين ده الناس تكون صاحيه. بس الناس دي لو ضربناهم ضربه من حديد هزمناهم هزيمه ساحقه، فرشوا كل الصيوانات بتاع البكا والدجيج والاويل واكسرخوا، باقي الفضله دي لك نسوانهم ثاني ما بخلوهم يمشوا. كده هزمناهم يا صاحبي، والهزيمه جايه جوله بعد جوله، جوله بعد جوله، جوله بعد جوله، ملايش منتصر ان شاء الله حتما. والله لو ضربنا ضربه من حديد وقفنا في كل المحلات زي الانجين يالا بتاع اتجاه ناس نايب كولجا وبتاع اتجاه الجنينه ضواحي الجنينه، وقفنا وضربنا ضربه من حديد، اقسم بالله لو ما بقوا نازلين ايدك بعد، والله يبقوا نازلين، ما لانه هم المعتدين، هم المعتدين علينا صح؟ طيب نستقبل الزول ده كده يقول شنو؟ مرحبا بك يا احمد حبابك. الو حبابك اي حبابك يا الو حبابك انا سامعك اتكلم. اتكلم انا سامعك. تحياتنا تحياتنا يا جماعه، تسلموا كثير. واحد جانا الطلية زول حركته الكلام ده، يعني طبعا مياو جاني بالتليفون حركته المكالمه الصوتيه ده كيف اتسرب؟ ها؟ المكالمه الصوتيه ده اتسرب كيف؟ هذا المشكله هنا، هذا الكارثه الانسانيه يا صاحبي، الكارثه الانسانيه صح؟ يا بابا انا جربكم عشان نقفل اللايف وننتبه شويه ونقدر شنو نشتغل بعد الليل ده، شفتها؟ نشتغل شفتها ونخترق الغروبات دي وشفتها؟ نشمشم الريحه شمال يمين، نشمشم الريحه شمال يمين، نطالب الطرق شمال يمين بتاعنا، ندق في الارض رصيد راقد الو اي ارض وشارع بيغادي خندق بيجي دق بيغادي بتاع شغل عسكري نشتغل انا في غرفه دي. لا 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 هوي هوي ارض بيغادي دق بيجي امشي بيجي اعمل لهم جيب بيغادي.